هلا عنا بعض الجمل اللي هي الترجمة، اوكي نحاول هلا بعض الجمل نفهم الجمل بالانجليزي اوكي ونحولهم للعربي. اوكي some sentences for translation. إذا بعض جمل الترجمة: gold is a heavy yellow metal which people have used all through history for jewelry and coins. شو معنات هاي الجملة؟ ماذا تعني هذه الجملة برأيكم؟ يعني لو هيك فكرة عامة. Yes. الذهب yes is a heavy yellow metal. metal يعني معدن. هذا ثقيل. نعم excellent شام yes. نعم. ومعدن. هلا يعني الجملة صحيح. بشكل عام إنه الناس يلبسون الذهب الثمين مثل المجوهرات. تمام أحسنت. إذا يستخدموه الناس أو استخدمه الناس عبر التاريخ للمجوهرات and coins. coins يعني كعملة نقدية، يعني الذهب هو معدن. إذا صارت الجملة الذهب هو معدن، يعتبر الذهب معدنا ثقيلا أصفر حيث استخدمه الناس عبر التاريخ كمجوهرات وعملات نقدية. أوكي وان إز هنا إذا بنترجمها نقول الذهب يكون الذهب معدنا. أحيانا نقول هي من ترجمة يعتبر الذهب. تمام أو بس يعد الذهب معدنا ثقيلا أصفر أوكي حيث استخدمه الناس عبر التاريخ كمجوهرات إلى آخره وعمل وعملات نقدية. كوينز هي العملات النقدية. إذا أنا مجرد ما أفهم تركيب الجملة بعض المفردات بحاول أربطهم مع بعضهم وأكون جملة تكون جملة جيدة ومفهومة باللغة العربية. طيب الجملة اللي بعدها In its pure form. pure يعني النقي. form gold is too soft ناعم أو رقيق جدا to make everyday objects so it's often mixed يعني يمزج with other metals to give it strength yes. فكرون هاي الجملة. إذا in its pure form gold is too soft to make everyday objects so it is often mixed with other metals to give it strength. أوكي سلام تفضلي. الذهب النقي ألين من أن يصنع في أشياء يومية. نعم. لذلك غالبا يتم مزجه مع معادن لمنحه القوة. تمام أحسنت إكسلنت. نعم. إذا في شكله الأنقى فإن الذهب يعتبر طريا جدا لصناعة المواد اليومية. لذا فإنها تمزج أو إنه يمزج مع مواد أخرى ليعطيه القوة أو لتعطيه القوة أو لتمنحه القوة to give it strength. yes very good. okay الجملة الثالثة the biggest theft of gold was the Brinksmat robbery at Heathrow Airport London in 1986. the biggest theft عدت معنا هلا كلمة theft. the biggest theft السرقة of gold was the Brinksmat robbery. هذا اسماء هون اسم at Heathrow Airport. Heathrow Airport مطار لندن in 1983. yes شام تفضلي. أكبر عملية سرقة كانت في مطار لندن عام 1983. excellent أحسنتي. إذا كانت السرقة الأكبر للذهب هي سرقة Brinksmat. هو اسم منطقة اسم مكان Brinksmat robbery. إذا سرقة Brinksmat في مطار Heathrow Airport. تمام Heathrow Airport في مطار Heathrow لندن مدينة لندن in 1983 في عام 1983.